أهلا بحضراتكم في تقرير جديد من الجريء تي في، قصة حياة نجم مصر الجبل الذي لا يعرفه أحد. جبل الزمالك، إنه النجم الجميل، الحارس الأمين، الحارس الأصيل، الموهبة الكروية المتلألئة، صمام أمان الزمالك، السد العالي والسد الأسواني والسد الأثيوبي وكل سدود الدنيا، حامي حما الزمالك محمد أبو جبل. يحتفل هذه الأيام محمد قطب أبو جبل علي حارس مرمى نادي الزمالك بعيد ميلاده، حيث ولد يوم 29 يناير 1989 في أسيوط مصر. طوله 191 سنتي يعني 6 أقدام و3 بوصات. مركز اللعب حارس مرمى، الجنسية مصري أصيل من تراب النيل، يلعب لنادي الزمالك النادي الملكي، أعظم أندية إفريقيا وبطل القرن الحقيقي. ها هو أبو جبل الذي يعشقه جماهير الزمالك. يقدم محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك موسما رائعا مع مدرسة الفن والهندسة، بعدما أصبح الرجل الأول في القلعة البيضاء، سواء في عهد باتريس كارتوزون أو بعد تولي جيمي باتشيكو مدرب الفريق الحالي. البداية، محمد أبو جبل من ناشئين نادي إنبي، وتدرج معهم في جميع المراحل حتى صعد إلى الفريق الأول موسم 2009، واستمر حتى عام 2013 قبل أن ينتقل أبو جبل إلى نادي الزمالك موسم 2013-2014، وللأسف لم يستمر، ورحل موسم 2016 إلى نادي سموحة، وبقى في صفوف الفريق إلى أن عادت المفاوضات من جديد بين الفارس الأبيض ونظيره سموحة، وانتهت بانتقال اللاعب موسم 2019. أبو جبل في فترته الثانية مع الزمالك عقب عودته من سموحة، نجح مع الوقت والمجهود في أن يكون الحارس الأول للزمالك ويقود الفريق الأبيض للعديد من البطولات، في مقدمتها بطولتي السوبر المحلي أمام الأهلي وتصديه لركلتي جزاء، وكذلك السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي في فبراير الماضي. بطولات أبو جبل، حصل مع الزمالك على 3 بطولات: السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي، والسوبر المحلي أمام الأهلي، وكأس مصر. أبو جبل الإنسان، هو دائما يشارك في أي حملة إنسانية، فقد شارك محمد أبو جبل حارس نادي الزمالك في حملة تعقيم مراكز الشباب في المحافظات والقرى المصرية، وتواجد أبو جبل في مركز شباب الواسطة في أسيوط. وقال محمد أبو جبل في فيديو مسجل عبر وزارة الشباب والرياضة: أتواجد في مركز شباب الواسطة بدعوة من وزارة الشباب للمشاركة في تعقيم مركز شباب محافظة أسيوط. وأضاف: هنا بدأت حياتي، ولذلك لم أتردد لحظة في تلبية دعوة الحضور إلى هنا والمشاركة في تعقيم مركز الشباب. حارس الزمالك أوضح: أشارك في التعقيم وأفعل مثل ما يفعل الخبراء تماما، وأدعو الجميع للمشاركة في أداء دوره الوطني. وأتم: الرياضة ليست لغة جسد فقط، ولكنها عامل مهم للإنسان في نظري. في النهاية أتمنى من الجميع الالتزام بتعليمات الدولة والبقاء في المنزل حتى نمر من تلك المرحلة. قصة البطل الذي عاد من جديد يتحدث عنها جماهير الزمالك حتى الآن. ففي يوليو 2016 ترك محمد أبو جبل الزمالك بعد انتهاء تعاقده وانضم لسموحة. كانت الفرصة صعبة لأن يكون الحارس الأساسي أو الاحتياطي في ظل وجود أحمد الشناوي ومحمود جنش. الجميع توقع أن مشوار حارس المرمى انتهى مع الأبيض، ولكن القدر كان يخبئ له سيناريو ولم يخطر على بال أحد. الآن أصبح أبو جبل أساسيا في نادي الزمالك والمنتخب. التمسك بالأمل، أغلب اللاعبين عندما يخوضون تجربة اللعب في الأهلي والزمالك ويرحلون بعد ذلك بدون بصمة حقيقية،
العزيمة تنخفض للعودة مرة أخرى، ولكن أبو جبل تمسك بالأمل وقدم مع سموحة أداء متميزا، وحتى في مباراته أمام الزمالك تسبب أكثر من مرة في إفقادهم نقاط في مشوار المنافسة بعد تألقه أمام فريقه القديم. العودة مرة أخرى. في فترة الانتقالات الصيفية عام 2019 عاد أبو جبل إلى الزمالك مرة أخرى بمبلغ 13 مليون جنيه مع انتقال عمر صلاح وأحمد داوودة لاعبي الزمالك إلى سموحة ليتم الموافقة على صفقة أبو جبل. حارس ثالث. لم تكن صفقة أبو جبل هي الصفقة الأهم في موسم انتقالات الزمالك. بعد مجيئه انضم محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي للزمالك، وهي صفقة متأخرة سنوات طالب بها جماهير الزمالك كثيرا، بالإضافة إلى وجود محمود جنش الحارس الأساسي. كانت فرصة جابسكي للعب الأساسية صعبة. بدأ الموسم وحرص محمد عواد عليه الزمالك في ظل إصابة محمود جنش، ولكن لم يقدم عواد الأداء المنتظر منه، وكان سبب خسارة فريقه في أكثر من مباراة. صمام أمان. لذلك تم اللجوء لأبو جبل المستعد دائما لعب جبل وثبت أقدامه، وكان أحد أهم أسباب تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي والمحلي، ووضعت جماهير الزمالك الثقة به مما زاد تألقه. الحارس الأمين أصبح مصدر أمان وطمأنينة في مباريات دوري أبطال أفريقيا والدوري المحلي وكأس مصر وكل البطولات. الموت يفجع حارس الزمالك أبو جبل. تلقى حارس مرمى نادي الزمالك محمد أبو جبل خبر محزن قبل ساعات على مباراة النهائي الإفريقي بين الأهلي والزمالك، ونشر أبو جبل تغريدة عبر حسابه الرسمي من موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: جدتي أم أبي في ذمة الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع ذلك شارك في المباراة وكان نجم المباراة. محمد أبو جبل يوجه رسالة إلى والدته في عيد ميلاده: أغلى حاجة عندي. احتفل محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك بعيد ميلاده برفقة والدته الموافق 29 يناير قائلا: أمي أحلى وأجمل عيد ميلاد في حياتي. تعرفي إنك أغلى حاجة عندي يا أمي، ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا. أبو جبل يبكي. كشف محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك كواليس انضمامه للفريق الأبيض قبل انطلاق الموسم الماضي، مؤكدا أنه لم ينظر لأسماء حراس المرمى الموجودين حين قرر العودة إلى النادي. وقال أبو جبل عندما كان في ضيافة أون تايم سبورت: بدأت المفاوضات مع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ثم أنهى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة جميع الأمور المتعلقة بالصفقة. وأضاف مرتضى منصور: قال لي الناس كلها بتكلمني عشان ترجع الزمالك، انت ما بتكلمنيش ليه؟ فقلت له: نادي الزمالك بيتي. وأكد قضيتي في سموحة أفضل سنتين في حياتي، وفرج عامر لم يرغب في رحيلي، وكان ينظر إلى مبلغ 14 مليون جنيه سعر الصفقة إنه قليل، ولكني ضغطت عليه من أجل اللعب للزمالك. وأكمل: وقعت للزمالك لمدة 3 سنوات على بياض، وخضت التدريبات دون معرفة مدة العقد أو الراتب، واتفق معي مسؤول النادي على أن كلنا سنكون مثل بعضنا البعض. وتابع: حين عدت للزمالك لم تكن صفقة محمد عواد قد تمت، لكنني لم أنشغل بأي شيء ولم أنظر أبدا لأسماء الحراس الموجودين سواء أبو واحد السيد في البداية أو محمود جنش أو عواد. وأضاف: مجرد وجودي في الزمالك شرف كبير، اسم الزمالك يعطيك دافعا وشخصية وتاريخا لنفسك، وتبذل أقصى ما لديك من أجل النادي، وإصراري على إثبات ذاتي وتقديم كل ما لدي لإسعاد الجماهير وراء العودة للزمالك. وواصل: مر على الزمالك حراس مميزون، والفريق حاليا يحتاج إلى أن يتواجد في صفوفه 4 حراس مرمى على أعلى مستوى، وهو كان ما كان يرغب في تحقيقه المستشار مرتضى منصور، ببناء قاعدة لحراس المرمى حتى لا يشعر بالقلق. وأتم حارس الزمالك تصريحاته باكياً: واجهت ضغوطاً كبيرة في حياتي خلال الفترة الماضية على المستوى الكروي والعاطفي،
لكني تجاوزتها حاليا بفضل والدي ووالدتي الذين وقفا بجانبي. هذا هو البطل، هذا هو النجم، هذا هو الأسطورة، هذا هو حارس مرمى مصر، محمد أبو جبل. ماذا تقول له؟ اكتب له في تعليق مدى حبك له. شكرا لحضراتكم.